المره الثانيه اسجل، كل ما اسجل من كلام. المهم ميزات الاي او 17.3، صح ما سويت الفيديو زمان عنكم اصلا في سناب شات وفي اليوتيوب وكل السوشيال ميديا، لكن الاي او 17.3 سويت البيت الاول. البيت الاول هو اصلا ميزاته او ميزات اللي موجوده في البيت الاول وتكلمت عنها، هي نفس الميزات ما تغيرت. ف لو برجع نتكلم عنها، اول حاجه ميزه انك ما تقدر تشيل الاي كلاود حقك الا بالفيس اي دي اذا كنت في اماكن مش معروفه، الجهاز ما يعرفها. يعني مثلا جهازك يعرف، خصوصا اذا حطيت في العنوان حقك مثلا ان المكان هذا الدوام حقك، المكان هذا مثلا البيت، فالاماكن هذه عادي. لكن الاماكن الثانيه تخيل ان شخص ياخذ الجهاز حقك، شخص قريب منك مثلا وانت ما تعرف نوايا كل شخص، خد منك الجهاز سرقه مثلا ويعرف الرقم السري، فيقدر يخش ويكنسل الرقم السري. جاني شعار قاعد اقرا. يكنسل الرقم السري او يكنسل الاي كلاود يحط رقم سري بما انه عارف الرقم السري هو، بكذا يقدر يسرق جهازك ولا تقدر تشتكي على ابل وتروح تكلم ابل، خلاص جهازك راح وكنسل الاي كلاود وما تقدر تطلع من الفايند ماي بسبب انه خلاص الجهاز صار له. كانك بتبيع جهازك انت من نفسك، انت سويت هذا الشيء لانك اعطيت الرقم السري لشخص ثاني. فالان اذا الجهاز هذا مش موجود في البيت او اي مكان ثاني، ما يقدر الشخص يغير الاعدادات ولا يقدر يشيل الاي كلاود ولا يقدر يشيل الاشياء الثانيه هذه اللي كانت برقم سري الا بالفيس اي دي. الان هذا الخيار، تقدر تخش الاعدادات مكان الرقم السري، يعني تخش الاعدادات عندك في الجهاز تشوف هناك حق الرقم السري وتخش عليه مكان اللي تحط الفيس اي دي وغيره وتشوف تحت، هذا الخيار تقدر تشغله. اذا شغلت هذا الخيار وانت في اماكن مش بيتك او اماكن معروفه، راح يتاخر وما يقدر تسويه، خصوصا يصير ديلي تقريبا الى ساعه كامله عشان تلعب في الاعدادات. هذه ميزه من الميزات وهذه اقوى ميزه. الميزه الثانيه برضو الوول بيبر الجديده. الجديده شنو الجديده؟ ان البانز الجديد حق عرفتوهم انتوا، الاخضر والاسود مش ملونين، لحق شو يسمونهم بلاك لايف ماتر والاشياء دي اللي طلعوا في السود. اوكي خلصنا منها. ففي باند جديد حطوا هناك وول بيبر جديد حق هذا الشيء. الخيار الثالث او الشيء الثالث برضو الابل ميوزك، تكلمت لكم عليه في الاي او اس 17.2. الحين ابل ميوزك اذا كنت مشترك في ابل ميوزك، في خيار هناك الكولابريشن مع الاصدقاء حقينك او التفاعل مع الاصدقاء، يكون في زي البلاي ليست تسويها انت وتشارك فيها اصحابك، واذا شاركت مع اصحابك يقدرون يضيفون في البلاي ليست هذه وانت تضيف وتشوف الاشخاص اللي ضافوا، مثلا هذا صاحبك هذا ضاف هذه الاغنيه وانا ضفت هذه الاغنيه، فتشاركون في ملف خاص فيكم في ابل ميوزك. هذا الخيار الثالث. الخيار الرابع تعديلات في النظام، يقول لك الباجز فيكسس والاشياء الثانيه. ف هذه كل الميزات اللي نزلت في الاي او 17.3. الشيء الثاني يقول لك انه في اخطاء ما اخطاء، او الخيار الرابع ميزات اللي حطوها او تصليحات اللي حطوها، لا تتفاداها ولا تتوقع ان دي مش شيء قوي، ما تدري يمكن حراره في الجهاز عدلوها، ممكن استهلاك بطاريه عدلوها، ممكن في تقرات عدلوها. فانا بالنسبه لي اخر ميزه الباج فيكسس هذه ممتازه جدا أمان. فأنصحك أي شخص محدث على iOS 17 محدث على iOS 17.3 راح يكون مهم جدا. السلام عليكم. فالآن الميزة وتخش الإعدادات وتنزل تحت هنا، تروح بصمة الوجه وتحط رقم سري لجهازك، راح تنزل تحت راح تشوف خيار جديد يكون موجود عندك هنا، هذه هي حماية الأجهزة المسروقة. فإذا شغلت هذا الخيار راح تقرأ هنا عندك كل شيء، ومكتوب هنا الأشياء اللي تكلمتكم عنها قبل شوي مكتوب عندك تحت هنا مثل ما أشوف. يضيف هذه طبقة أمنية أخرى، تقدر تضغط على اللينك اللي بالأزرق هنا الكلام، يفتح لك هذه الصفحة وتقرأ كل الكلام هنا اللي موجود عندك.